بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم باش نطيبوا مرقة لوبيا، لوبيا تونسية كما الحادة أو نقولوا فاصوليا. المكونات نتاعنا خدينا ربع كيلو لوبيا شايحة، مش منفخة، راي شايحة خسرناها باش نطيبوها بطريقة هذه شايحة. مغرفتين طماطم، عنا المالح اللي هي فلفل وزيتون، كل واحد شنو يحب يعملهم يحب لا. معناها اللوبيا هذه كي باش نطيبوها ما نستعملوش الملح على خاطر عنا حاجات مالحة فيها. هذه راسين بصل، كعبتين بصل، وعندنا كعبة طماطم خضراء، وكم فلفل في الآخر، وعندنا اللحم كل واحد شنو يحب. احنا اليوم عندنا لحم مخروف، تنجموا تطيبوها بالدجاج، تطيبوها باللي تحبوا، وعندنا هذا الزيت والحوارات كلها، نعمل كركم، التابل والكروية، الفلفل الأكحل اللي يحبونه. أول حاجة تو باش نبداو بيها باش نحطوا اللوبيا نتاعنا تطيب على الأقل نص ساعة وحدها، ومن بعد باش نعملوا لها المكونات هذه. حطينا الماء يسخن، تو باش نصب الزيت، وكيف الماء يغلي نحط اللوبيا ونخلوها تغلي على الأقل نص ساعة. هذا الماء تاعنا يغلي، نصبوا له الزيت، لازم يكون يغلي بالكدا، ما نحطوش اللوبيا والماء ماهوش يغلي، لازم الماء ديما يغلي بالكدا زاد. واللوبيا نية معناها مش منفقة، يعني مش منفخة في الماء ولا حاجة، شايحة غسلناها، ومنحط معاها ورقة غار على الغازات والكل، ونحط اللوبيا نتاعنا هذه غسلناها نظفناها، نحطوها ونخلوها تغلي لمدة نص ساعة بالنار قوية، منقصوش عليها النار، خلو النار نتاعها قوية، خلوها تغلي بالكدا. هذه اللوبيا نتاعنا عندها نص ساعة هي تغلي على نار قوية. توا باش نضيفوا لها البصل، من الاول نحطوا برشا ماء على خاطر هي باش تغلي برشا، تطلب برشا ماء، ما نقعدوش نزيدوا، يعني من الاول نحطوا برشا. هذا البصل اللي حضرناه، يعني راسين بصل، كعبة الطماطم قصيناها، كعبة طماطم، نحطوا اللحم نتاعنا وشوية كركم، هذاك هو، نحط شوية كركم، نخول المكونات هذوما يغلوا بالكدا في وسطها، ومن بعد نفوحوها بالطماطم والفلفل والحوارات الأخرى. ربيع ساعة ونرجعوا لها. كما شفتوا تو حطينا البصل وكعبة الطماطم واللحم، تو باش نضيفوا الطماطم المعجونة اللي هما مغرفتين طماطم، مغرفتين طماطم معجونة، باش نضيفوا لها شوية ثوم. انا ما ورينيش في المكونات، اما يلزم نضيفو شويه ثوم مع الطماطم، وهذا باش نضيفو شويه تبن كروي. تو نخلو اللوبيا نتاعنا لين تشيح الماء نتاعها وتصيب الكعبه بالكدا. هذه اللوبيا بتاعنا كما شفتوها طابت، يعني قريب تجهز. تو مازال باش نعملو لها المالح، المالح قبل ما يرمون في اللوبيا نحضرو لهم شوية ماء سخون ونحطوهم شوية يتنحى الملح نتاعهم باش ما تجيناش المرقة مالحة برشا. هذا ماء سخون، شفتوهم نحطوهم في الماء سخون يغلي باش يتنحى منهم الملح، ومن بعد نصفوهم ونرموهم في اللوبيا. ونكملوا معاها قرن فلفل اللي حضرناه، احنا ما حطينا لهش الملح،
ما نحطو لها الملح كي اللي شفناها ذقناها بعد ما عملنا لها الملح. هذا الفلفل الاخضر بتاعنا اللي حضرناه نقصوها معناها على 8 قصيناه. خلوها تاخد غلوة باهية كما قلت لكم. الملح ما نحطه كلا ذقناها بعد ما يغلي الملح شوي. كان لقيناها ما زالت ناقصة ملح نزيدوها شوي خاطر الملح مالحة واحتمال تملحها برشا. هذه اللوبيا متاعنا طابت كما شفتوها بالمالح والزيتون والفلفل الاخضر وكل شيء. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، باش تاكلوا بالشفاء.